جامعه مدينه طنجه شهدت في الدوره في الجلسه الثانيه من الدوره ديال اكتوبر اعتماد ميزانيه الجامعه لسنه 2018. هذه الميزانيه تم اعتمادها باغلبيه واسعه وبتحفظ بعض الفاعلين السياسيين. هي لحظه ايضا نقاش سياسي عميق واسع وحاد احيانا حول الوضعيه الماليه للجامعه التي لم تعد تخفى على احد. الحقيقه ان اليوم مدينه طنجه في وضعيه ماليه كارثيه، هذا هو الوصف اللي ممكن نعطيه لها، واللي هو ليس حصاد اليوم، هو حصاد يعني سنوات كثيره. يمكن ان نسجل انه على الاقل 2009 2015 كان هناك فارق بين المداخيل والنفقات ديال المدينه متراكم، كان المتوسط ديال المداخيل 2.70 78 في المئة، هذا هي نسبة النمو. كانت النفقات كتزاد تقريبا سنويا 5.5، وهذا ما شكل عجز دائم يعني يقدر ب 2.72%. هذا العجز المتراكم أدى إلى وصول الجامعة إلى عجز أو إفلاس حقيقي. بدأ في 2013 بواحد المبلغ ديال 7 مليون درهم، يعني واحد 700 مليون، وانتهى في 2016 بواحد النسبة ديال 125 مليون ديال الدرهم. هذه وضعية لا تتحملها جامعة طنجة في ظل نمو المدينة، نمو النفقات ديالها، نفقات اللي كتحاول أنها تحافظ على ما وصله المدينة من نمو. هذه هي الوضعية العامة لجامعة طنجة. طبعا هذه الوضعية زادت سوءا في الملف اللي معروف الآن، هو التطبيق ديال الأحكام القضائية، واللي نعطيك فقط رقم عام، هو من سنة 2006 حتى 2014 تنفذ على المدينة 100 مليون ديال الدرهم، يعني 10 المليار. من 15-16 وهذا الجزء ديال 17 420 مليون ديال الدرهم، 42 مليار سنتيم. هذا سنتين. أمر لا تطيقه في سنتين، في سنتين أساسا، في سنتين أساسا، يعني 16 و17 كانت واحد المبلغ صغير في 2015، ولكن في سنتين اساسا 420 مليون ديال الدرهم، 42 مليار، هذا لا تطيقه مدينه طنجه. هذه هي الوضعيه العامه. حنايا مرارا يعني نبهنا الجميع الى ان هذا الوضع لا يمكن ان تحسنه الجماعه بوحدها. ننتظر التفاعل ديال الاطراف المتدخله، المصالح ديال الوزاره الداخليه اساسا، التي يعني احنا في حوار معها، ما هي السبل الكفيله بمعالجه بنيويه لاختلالات بنيويه في ميزانيه جامعه طنجه.